طبعا لا حضرتك احنا لما مساكن في البيت الروسي في الاسكندريه بسم الله من فضلكم شكرا جزيلا على الحضور انا سعيدا جدا لرؤيتكم جميعا اليوم هذا اول مره أعتقد كمدير الجديد للبيت الروسي في الإسكندرية وأنا سعيد جدا أن مركز الثقافة الروسي كان دائما ولا يزال مكانا الذي يقدر الثقافة فيها وكما كلنا نعرف أن الثقافة مش موجود أي حدود أو مش موجود أي شروط مش ممكن إلغاء الثقافة وأنا أشكر جداً مدير دكتور مليحة على كل الإجراءات وتنظيم هذا المعرض ولكل العمل في هذا الاتجاه وشكراً جزيلاً كل المشاركين في المعرض ومرحباً بك يا زوار شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً دكتور مليحة ممكن تتصدر هنا عادي نقرر اهلا بيكم في البيت الروسي بالاسكندريه سعيده بوجود مستر ارسيني مدير المركز سعاده القنصل النهارده بيشرفنا بانهاء القنصليه العامه بالاسكندريه فده شيء شرف لينا كلنا منحه من سعاده القنصل لكل الفنانين المشاركين بشهادة معتمدة مختومة من سيادته. هقول نبذة بسيطة عن كل الشغل ما شاء الله اللي وصلني واللي أنا تابعته خطوة خطوة وسعيدة بوجودكم كلكم. في فنانين باستمرار معانا من قبل وفي فنانين جدد أهلا بيهم. سعيدة إن في البيت المصري البيت الروسي اللي في مصر بيستقطب من كل جمهورية مصر العربية بمعنى في من طنطا معانا في من دمنهور معانا في من القاهرة معانا وفي من بورسعيد معانا أكيد في من كل ده الكمان اللي الجميل إنه أصلاً من دول بره جمهورية مصر العربية في معانا المرة دي من السودان في معانا من المغرب في معانا من الصين وموجودة معانا فشيء جميل إنه في تنوع ثقافات داخل كمان البيت الروسي. البند بتاع المعرض سعيده بانه كل واحد فيكم الحقيقه كانه نقلنا للمكان. يعني هو مش مجرد بروجكت وبس، احنا دايما نقول البيت الروسي في معارض بتاعته اللي اشرف بقدر قائمه عليها بيبقى ليه هدف مستدام. فهنا البروجكت بتاعنا عن سيتي سكيب كل واحد فيكم جاب منحة من مناحي الرؤية لينا ومن هنا بدل ما بنروح مكان معين حتى في اسكندرية في أماكن كتير كلنا ما رحناهاش فأرجو من سيادتكم كل واحد دقيقة مثلا أو حاجة أكثر من دقيقة بسيط يشرح هو ليه جاي بالصورة دي أو إيه رؤيته من خلال الصورة دي وما هي اللي من وراها سعيدة بوجودكم معايا أحييكم كلكم وأهلا بيكم ليها هنبدأ بالفيلم كلنا هنبقى ورانا زي ما احنا وانتوا عارفين اللي بعدكم وقت هنشوف الفيلم وبعدين نبدأ من اليمين للآخر خالص وبعدين بنفتح قاعة كبار الزوار اللي صاحب القصر
كان بيستضيف في الملك فاروق، كانوا بيبقوا في الاوضه اللي هنحضر فيها، وده معلومه بعضكم ما يعرفهاش، هناخد فيها يعني. يعتبر قصر صغير ده يعني طبعا يعني اوكي.